تكريم ضاري الحويل المنقذ العام المنفذ العام في امريكا، نشوف الصور ويبدا يعلق لنا على الصوره هذه. حاضر حاضر. الصور جاهزه؟ يلا الصوره الاولى ضاري. هذه الصورة. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الله كرمني في الولايات المتحدة. اتطوع انا هناك في الاطفاء، يعني متطوع في الاطفاء في امريكا. متطوع في الاطفاء في امريكا، يمكن حب كمنقذ وكاطفائي. إيه الحين انا اكلمك اليوم، انا ضابط اطفاء ومنقذ، يعني متطوع، ما اتقاضى اجر يعني. ويمكن هذه احد يعني الشغلات اللي تعلمتها في حياتي، ويمكن الفريق زرعها فيني اكثر. هي بلشت وبدت مع الغوص. حاولت ادور مجموعه جاده تمارس الغوص وعندها هدف، وهذا الحمد لله بعد ما تعينت ضابط عندهم، وهذه شهاده منقذ. تعينت في امريكا عندهم؟ تعينت كمتطوع. كمتطوع؟ اي نعم، يعني مو تعيين بصمات واجراءات الفحص الطبي والامور هذه كلها، ولكن كمتطوع. وعلى فكره بس يعني 80% من الاطفائيين والمنقذين والمسعفين في امريكا متطوعين، كله تطوع، ما يتقاضون اجر. يعني في المدن الرئيسيه احنا نشوفهم هذول، لا هذول يتقاضون الاجر، يعني نفس وايد من ادارات الاطفاء في العالم. بس في امريكا المتميز والجميل جدا عندهم ان 80% متطوعين. فانجريت حق العمل هذا، والحمد لله الحين ما شاء الله ان هذه ثالث سنه. السنه هذه الله نعم علي واكرمني، خذيت جائزه منقذ العام ما شاء الله، وايضا الاطفائي الناشئ، وجائزه اكثر ساعات تدريب ما شاء الله. فالحمد لله، يعني على قولتهم هذه كان يعني حزتها ساعه التكريم، ويعني امانه استاهل. الحلو اللي بالموضوع ايضا انه كان فجائي، يعني كان في اعضاء من الكونغرس، اعضاء من السنت حاضرين الاحتفاليه، بس انا رايح يعني كاحد الحضور. كان معك كويتيين ولا بس انت؟ بس انا الامانه كلهم. يعني تفاجئوا ولا؟ والله بالعكس، يعني كان تجاوبهم حلو. الأمريكان بطبيعتهم سجيتهم، يحبون الشعوب الأخرى، يحبون الثقافات المختلفة، فبالعكس يعني شافوني شيء غريب وصاروا على قولتهم مهتمين فيني أكثر. حلو. الصورة الثانية هذا يعني أبو فيصل، سفيرنا في واشنطن في العاصمة. يعني غير ما يعني أمريكا نفسها تكرمني، كان شعور قمة الروعة. والواحد يعني كشاب كمواطن يتفائل ويقول الحمد لله الدنيا لا زالت بخير، ديرتنا فيها يعني ناس يهتمون في الشباب وأيضا يعني في العمل التطوعي. فهذا كان لي تكريم يعني في السفارة، وتشرفت للأمانة يعني أني أحضر السفارة وأشوف مثل هالاهتمام. وايد حلو، وايد حلو. الصورة اللي بعدها هذا هني عقب ما أدينا القسم، هذا كلهم الضباط اللي وياي في المنظمة عندنا مركز الاطفاء، فهذا عقب ما ادينا القسم يعني الحمد لله. بعدها هذا هني رسمي قاعد تشوف القسم يعني. اللي بعدها هذه طبعا ما يخفى عليكم يعني وزير الاعلام ووزير الشباب، يعني هذه الصوره يعني بالضبط قبل اسبوع. قبل اسبوع الكويت الحمد لله يعني اخذت موضع الرياده في موضوع تمثيل الشباب العربي في منظمة الأمم المتحدة. ما شاء الله. الريادة في. أي نعم، وكانت هي تقدمت وتكلمت عن الشباب العربي باسم الشباب العربي. فيعني كان لفتة كريمة وجميلة جدا يعني، وأنا من هالقناة هذه حاب أشكر الشيخ سلمان، وحاب أشكر الشيخ زين الصباح، وأيضا وزارة الشباب لاهتمامهم اللي حرصوا إنه يخصصون جزء من وقتهم يسوون لي عشاء وتكريم في نيويورك. يعني